السيد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم كان هنا لدي في مداخلة هاتفية رسمية، وقال فيها أنه يرغب في إعادة حميد أحداد مرة أخرى إلى صفوف نادي الزمالك. ما هو الموقف الرسمي؟ وقال هناك مباحثات أو مفاوضات من جانبكم مع نادي الزمالك المصري أم لا؟ الموقف الرسمي لفريق الرجاء الرياضي هو كالتالي. تفضل يا فندم. أولا، اللاعب حميد أحداد هو لاعب معار من فريق الزمالك إلى فريق الرجاء الرياضي حتى 30 يونيو 2020. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني، حتى يكون أي التباس في المسائل المادية، ففريق الرجاء الرياضي بكل شفافية يعلن رسميا أن حميد أحداد معار لفريق الرجاء الرياضي في هذه الفترة حتى 30 جوان 2020 بما يقارب 150 ألف دولار. فريق الرجاء الرياضي عنده كما نقولوا بالانجليزي لاست كول، عنده بند تيجعل ليه يشري اللاعب اذا ما اراد ب 950 ألف دولار. مظبوط. اذا الارقام الصحيحه، الارقام الرسميه هي اللي سنقول لك انا الاخ ابراهيم. وني داكور متفقين. نظرا لهذا الوباء الخبيث، فالجامعه الدوليه لكره القدم عنات وخذت قرار ان جميع العقود غتمتد الى نهايه البطولات. هذا قرار ديال الاتحاد الدولي لكره القدم اللي شرطوا لجميع الاتحادات بما فيها الاتحاد المصري والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. اذا حميد حداد هو موجود مع الرجاء الرياضي بقوه القانون حتى نهايه البطوله المغربيه، اي 13/9/2020 13 سبتمبر. حميد حداد بقوه القانون وبقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي كما قلت لك علنت عليها جميع الاتحادات فهو مؤهل لخوض باقي المقابلات القارية بما فيها كأس إفريقي للأندية البطلة وبما فيها كأس محمد السادس للأندية البطلة أي كأس العرب. إذن هذا موقف ديال فريق الرجاء الرياضي اللي تعاملت معه منطق قانوني، ولكن مش منطق أن كين احنا عندنا علاقة كويسة كما تقول بالمصرية، حنا عندنا علاقة وطيدة وعندنا علاقة حميمة مع الزمالك المصري، حنا غنلعبوا معاهم في نصف النهائي فغتكون مقابلة مهمة ومقابلة جميع العرب اللي يشاهدوها. إذا حنا عندنا احترام للفريق المصري فريق الزمالك، ولكن قوة القانون هي هذه، وهذا القانون اللي دارته هي الجامعة الدولية لكرة القدم. هذا هو موقف الرسمي لفريق الرجاء الرياضي سواء فيما يخص المحطات ديال 13 سبتمبر، المحطة ديال إلى آخره، سواء من ناحية أرقام.